أسابيع بتوقيت القدس الشريف. نشرة مفصلة للأنباء من الميادين نبدأها بالعناوين. من خلق ظروف مفتعلة لدفع السوريين للخروج الجماعي من سوريا لتكون مبرراً للتدخل في الشؤون السورية. الرئيس الأسد يؤكد أن دولاً غربية تستغل اللاجئين السوريين لأهداف سياسية، وموسكو تتهم واشنطن ودولاً أوروبية بازدواجية المعايير لعدم مشاركتها في مؤتمر اللاجئين. القوات المسلحة اليمنية تهدد بخطوات تصعيدية رداً على استمرار العدوان والحصار والتصعيد العسكري السعودي. 4 جرحى في هجوم على مقبرة لغير المسلمين في جدة خلال احتفال يشارك فيه قناصل أجانب. اتفاق على جولة جديدة من المفاوضات الشهر المقبل حول الحدود البحرية بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي. وبيان للحكومة الأمريكية والأمم المتحدة يصف الجولة الرابعة بالمثمرة. مسيرات فلسطينية غاضبة لاستشهاد الأسير كمال أبو وعر في سجون الاحتلال. وتشيع رسمي وشعبي للراحل صائب عريقات قبل مواراته في ثرى أريحة. مرحبا بكم. أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن دولا في الغرب تستغل اللاجئين السوريين لأهداف سياسية وتمنع عودتهم عبر الترغيب والترهيب. وفي كلمة عبر الفيديو خلال أعمال المؤتمر الدولي لإعادة اللاجئين، لفت الأسد إلى أن الضغوط الأمريكية والعقوبات تعيق عودة اللاجئين، مشيرا إلى أن هذه القضية مفتعلة وتخضع لاستثمار سياسي. المؤتمر يجري بحضور 27 دولة و12 منظمة إلى جانب الأمم المتحدة بصفة مراقب. ولأن الظروف الموضوعية لا تدفع باتجاه خلق حالة لجوء، كان لابد من قيام الأنظمة الغربية بقيادة النظام الأمريكي والدول التابعة له في جوارنا وتحديدا تركيا من خلق ظروف مفتعلة لدفع السوريين للخروج الجماعي من سوريا لتكون مبررا للتدخل في الشؤون السورية، ولاحقا لتفتيت الدولة وتحويلها لدولة تابعة تعمل لمصالحهم بدلا من مصالح شعبها. وأكد الأسد أن دمشق تعمل بدأب لإعادة كل لاجئ إلى سوريا، لكنه لفت إلى عقبات كثيرة تحول دون ذلك، وأشار إلى أن مؤسسات الدولة السورية حققت تقدما في تقديم التسهيلات والضمانات لعودة مئات الآلاف من اللاجئين. أما اليوم فنحن نواجه قضية مركبة من 3 عناصر مترابطة: ملايين اللاجئين الراغبين في العودة، ومئات المليارات من بنية تحتية مدمرة بنيت خلال عقود، وإرهاب ما زال يعبث في بعض المناطق السورية. ولقد تمكنت مؤسسات الدولة السورية من التقدم خطوات مقبولة نسبة إلى إمكانياتها في التعامل مع هذا التحدي الكبير. فمع استمرار حربها على الإرهاب، قامت بتقديم التسهيلات والضمانات لعودة مئات الآلاف من اللاجئين إلى الوطن من خلال العديد من التشريعات، كتأجيل الخدمة الإلزامية لمدة عام للعائدين، والعديد من مراسيم العفو التي استفاد منها من هم داخل الوطن وخارجه. إلى ذلك أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في كلمة ألقاها نيابة عنه المبعوث الرئاسي ألكسندر لافرنتييف أن رفض الولايات المتحدة المشاركة في مؤتمر اللاجئين يشهد على ازدواجية المعايير تجاه سوريا. وأكد أن حل أزمة اللاجئين يتطلب مشاركة المجتمع الدولي وتوقف بعض الدول عن تسييس هذا الملف. نحن الآن نقول بارتياح إنه جرت إعادة الحياة الأمينة إلى معظم الأراضي السورية، ومن أهم الخطوات لضمان الاستقرار على المدى الطويل في سوريا إعادة النازحين إلى ديارهم وضمان حياة كريمة للملايين منهم، مع ضرورة مشاركة المجتمع الدولي في تحقيق ذلك. لا يمكن أن نتجاهل عدم مشاركة الولايات المتحدة في المؤتمر الذي دعا إليه مجلس الأمن، وهذا دليل على ازدواجية المعايير تجاه سوريا.
كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني علي أصغر حاجي قال إن مشكلة النازحين السوريين هي نتيجة حرب فرضت على الشعب السوري، مشددا على ضرورة معالجتها من دون استغلالها لتحصيل الأموال. وأشار أصغر حاجي إلى أن بعض الدول التي فشلت في سياساتها في سوريا تعاقب الشعب السوري عبر قانون قيصر. نلاحظ أن بعض الدول التي فشلت في تحقيق أهدافها ومطامعها غير المشروعة من خلال العمليات العسكرية والممارسات الاحتلالية ودعمها السافر للإرهابيين قد لجأت إلى معاقبة الشعب السوري عبر إجراءات اقتصادية وسياسية ظالمة وجائرة، أبرزها مصادقة الإدارة الأمريكية على قانون قيصر الذي يهدف إلى زيادة معاناة الشعب السوري. إيران على ثقة أن أعداء الشعب السوري لم ولن يحققوا أهدافهم، وهذا ما أثبتته الأحداث منذ بداية الأزمة. من جهته ناشد وزير الخارجية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال شرب الوهبي المجتمع الدولي تبني الخطة التي وضعها لإعادة النازحين السوريين إلى أرضهم، رافضا ربط العودة بالحل السياسي النهائي، مشيرا إلى أن النزوح يشكل عبئا اجتماعيا واقتصاديا هائلين على لبنان. أؤكد لكم مرة جديدة أننا مطالبون أكثر من أي وقت مضى بتكثيف الجهود الدولية لتأمين وضمان العودة الآمنة والكريمة والتدريجية للإخوة النازحين السوريين إلى وطنهم الأم، لا سيما إلى المناطق التي باتت تنعم بالأمن والاستقرار. وأشدد على عدم ربط تلك العودة بالحل السياسي للأزمة السورية. شددت القوات المسلحة اليمنية على أنها لن تتردد في اتخاذ خطوات تصعيدية خلال الأيام المقبلة ردا على استمرار العدوان والحصار والتصعيد العسكري. المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع أكد أن المنشآت العسكرية والاقتصادية الحيوية ذات الطابع العسكري ستكون هدفا مشروعا، مطالبا المواطنين السعوديين والشركات الأجنبية العاملة في البلاد بالابتعاد عن هذه المنشآت. وكانت قوات التحالف السعودي قد استهدفت بالقصف المدفعي صباح اليوم منطقة الفازة في مديرية التحيتة جنوبية الحديدة، ودعت حكومة صنعاء الأمم المتحدة إلى إلزام دول التحالف بإيقاف الخروق وعمليات تحليق الطائرات الحربية والتجسسية في الحديدة. أحمد زبيبة. اختلطت الأوراق على دول التحالف في اليمن، فبعد دحر القوات المسلحة اليمنية للعناصر الإرهابيين في رداع البيضاء وسط اليمن وتحرير المحافظة منهم، أكدت صنعاء وفق مصادر أمنية نقل التحالف السعودي هؤلاء العناصر إلى الساحل الغربي للقيام بعمليات جديدة هدفها مدينة الحديدة امتدادا إلى تعز المجاورة. والعدوان عملت على تجميع تلك العصابات وتلك المجموعات من تلك المحافظات التي هربت إلى عمق مدينة مارب، وأردت أن تكون لها موطأ قدم في الساحل الغربي كمعسكر دائم يتم خلالها تجنيد المزيد من هذه الجماعات، ومن ثم أيضا تحفيزها على الكثير من العمليات التي ستقام في عموم يعني مدن ومديرية الساحل الغربي ومنها إلى طبعا مدينة تعز. لم ينفذ طرف هادي والتحالف بنود اتفاق السويد في الحديدة الساحلية، بل استمر في التصعيد واستقدام عناصر إرهابيين تابعين له، حيث سقط شهداء وجرحى مدنيين في تكثيف متواصل للقصف الجوي والبري على المدينة الساحلية، مع رصد أكثر من 220 خرقا متنوعا. سماع المحافظة لا تخلو من دوي الطائرات ومن أصوات تلك الطائرات، خاصة الطيران التجسسي والطيران الحربي الذي نراه يضرب يوميا في الجبلية التحيتة الفازة الحيس الدريهمي. انتقال العناصر الإرهابيين من البيضاء إلى الساحل الغربي يمثل تهديدا خطرا لخطوط الملاحة البحرية الدولية كما تقول صنعاء، وسط مطالبة بتدخل الفريق الأممي للتهدئة قبل أن يتجه الوضع نحو الانفجار مجددا.
تصعيد قوى التحالف السعودي بالاستعانة بعناصر إرهابيين لتنفيذ عمليات وهجمات عسكرية في الساحل الغربي ليس بالأمر الجديد كما يقول مراقبون، فقد سبق أن استعانت بهؤلاء العناصر في البيضاء والجوف ومأرب وغيرها وفشلت في تحقيق أهدافها. أحمد محمد زبيبة، صنعاء، الميادين. يبقى معنا من صنعاء مراسل الميادين أحمد زبيبة. أحمد، مرحبا بك. ما الذي يحمله في طياته تهديد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية يحيى سريع حول استهداف منشآت عسكرية اقتصادية حيوية ردا على التصعيد واستمرار الحصار؟ نعم، هي جزء من الخطوات التصعيدية المماثلة كما تقول وزارة الدفاع اليمنية باتجاه التحالف السعودي، ونتيجة للعمليات العسكرية المتواصلة للتحالف داخل اليمن الأيام القليلة الماضية هي شهدت غارات جوية عنيفة للتحالف السعودي وأيضا عمليات عسكرية على الأرض. هذه الغارات الجوية المتواصلة هي أدت إلى سقوط شهداء وجرحى مدنيين، ولا سيما خلال اليومين الماضيين في الحديدة غرب اليمن، وهو ما اعتبر من قبل صنعاء أنه خرق واضح لاتفاق السويد داخل المدينة الساحلية. هناك تواصل في العمليات العسكرية ورفض واضح من قبل التحالف السعودي ومن قبل أيضا قوات هادي لاتفاقات التهدئة التي منذ اللحظة الأولى لم تنفذ من قبل طرف هادي والتحالف. هذه العملية العسكرية العدوانية باتجاه المدنيين كانت نتيجتها من قبل وزارة الدفاع اليمنية ومن قبل أيضا القوات المسلحة اليمنية الحديث عن عمليات عسكرية مكثفة. عندما أحمد يتم التعيين بأن هناك منشآت عسكرية واقتصادية ذات طابع عسكري ستكون في دائرة الاستهداف، عن ماذا يتم الحديث هنا؟ نعم، في البداية هناك خاصة وزارة الدفاع اليمنية هي تتحدث عن منشآت عسكرية وأيضا اقتصادية، وكان أيضا الحديث عن الشركات الأجنبية القريبة من هذه المواقع العسكرية أن تتخذ الحذر من خلال الأيام القليلة الماضية في حال أن هناك ضربات واسعة وكبيرة من قبل القوات المسلحة اليمنية ردا على استمرار التصعيد من قبل التحالف السعودي. هي من جانب عسكري لم يتم إيضاح ما هي هذه المنشآت العسكرية، ولكن نحن نتحدث أن في أواخر الشهر الماضي شهر أكتوبر كان هناك هجمات مكثفة من قبل سلاح الجو المسير على مواقع عسكرية ومطارات في نجران السعودية، والتي أكدت فيها القوات المسلحة أنها أصابت أهدافها بدقة. التحذيرات الآن هو كما يقول مراقبون إعلان أو تحذير عن هجمات قادمة، أن هناك تصعيد يمكن أن يصل إلى استخدام الصواريخ البالستية والتي سوف يكون وقعها كبيرا على هذه المنشآت الاقتصادية الحيوية سواء داخل العمق السعودي. فالتحذير هو لإبعاد المواطنين وأيضا من الموظفي الشركات الأجنبية في دول التحالف، خاصة أن هذه المواقع العسكرية والاقتصادية كما تقول صنعاء هي مشروعة وتأتي ردا على العدوان المتواصل. شكرا جزيلا لك أحمد زبيبة مراسل الميادين، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء. أصدر رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط قرارا يقضي بتعيين عبد الله صبري سفيرا لحكومة صنعاء ومفوضا فوق العادة لدى سوريا. صبري الذي يشغل منصب رئيس اتحاد الإعلاميين اليمنيين كان قد أصيب وعددا من أفراد أسرته من جراء قصف جوي للتحالف السعودي استهدف منزله في حي الرقاص السكني وسط العاصمة صنعاء، فيما استشهدت والدته ونجلاه إثر القصف في منتصف أيار مايو من العام الماضي.
أكدت وزارة الخارجية الفرنسية وقوع هجوم في مدينة جدة السعودية استهدف مراسم ذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى في مقبرة لغير المسلمين في المدينة، لافتة إلى أن عددا من القناصل بينهم قنصل فرنسا كانوا يشاركون في المراسم، علما أن الانفجار أدى إلى إصابة 4 أشخاص بجروح. الخارجية الفرنسية نددت بحزم بما وصفته بالعمل الجباني غير المبرر. هذا ودعت القنصلية الفرنسية في جدة رعاياها في السعودية إلى توخي أقصى درجات الحذر في أعقاب هذا الهجوم. هذا وقد أحيت فرنسا اليوم الذكرى 102 لنهاية الحرب العالمية الأولى ومئوية دفن الجندي المشهول، حيث ترأس إيمانويل ماكرون احتفالات محدودة في العاصمة باريس ومن دون جمهور بسبب وباء فيروس كورونا. وقد بدأ الاحتفال بالتكريم التقليدي للجندي المجهول تحت قوس النصر. ومن المقرر أن يلقي ماكرون مساء اليوم خطابا قالت وسائل إعلام فرنسية إنه قد يركز خلاله على الصمود وقدرة الفرنسيين على تجاوز التحديات من بينها الوباء والانفصالية والإرهاب. انتهت الجولة الرابعة من مفاوضات ترسيم الحدود البحرية غير المباشرة بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي في مقر قوات حفظ السلام اليونيفيل في بلدة الناقورة على الحدود اللبنانية الجنوبية. المفاوضات تجرى برعاية الأمم المتحدة وبوساطة أمريكية. وقد أفاد مراسل الميادين بأن الموعد المقبل لجلسة التفاوض حدد في 2 من كانون 1 ديسمبر المقبل. قد يكون الإعلان عن جولة مفاوضات جديدة غير مباشرة مطلع الشهر المقبل هو أبرز ما توصلت إليه الجولة الرابعة من مفاوضات ترسيم الحدود البحرية غير المباشرة بين لبنان والجانب الإسرائيلي. في بلدة الناقورة على الحدود مع فلسطين المحتلة عقدت جولة جديدة وسط إجراءات أمنية مشددة وتسيير دوريات مكثفة من قوات اليونيفيل والجيش اللبناني. برعاية أممية ووساطة أمريكية منحازة للجانب الإسرائيلي لم تحرز المحادثات تقدما ملموسا رغم حرص الحكومة الأمريكية على وصف الاجتماع بالمثمر. لبنان يتمسك بحقوقه البحرية ويرفض التنازل عنها لصالح إسرائيل، وهو قدم على طاولة المفاوضات مستندات ووثائق وخرائط تثبت حقه بحدود مياهه البحرية. المفاوضون اللبنانيون تمسكوا بمطلب زيادة 1430 كيلومترا إضافية عن 860 كيلومترا، ما يعني أن نصف حقل كريش هو ملك للبنان. مطالب وصفتها الحكومة الإسرائيلية بالاستفزازية على وقع كشف موقع إسرائيل هيوم قبل أيام بأن الرد الإسرائيلي على الطرح اللبناني سيكون بتقديم خط جديد للترسيم يتجاوز كل الخطوط السابقة التي طرحت في السابق، وفيما يتطلع الراعي الأممي إلى أن تؤدي هذه المفاوضات للوصول إلى الحل الذي طال انتظاره. تبدو التعقيدات أكبر من أي حلول في الوقت الراهن على الأقل. بين المراوحة والتعقيد تسير المفاوضات غير المباشرة بين لبنان والجانب الإسرائيلي مستندا إلى القانون الدولي. يصر لبنان على عدم التنازل عن حقوقه البحرية أمام التعنت الإسرائيلي، فيما تبدو مهمة الوصول إلى حل وسط يرضي الطرفين مهمة شاقة للراعي الأممي في ظل الانحياز الأمريكي للوفد الإسرائيلي. أحمد عبد الله، الناقورة، جنوب لبنان، الميادين. بعد 38 عاما على افتتاح عهد العمليات الاستشهادية في جنوب لبنان، وثائق جديدة تظهر كذب الرواية الإسرائيلية والتضليل الذي مارسته المؤسسة السياسية والأمنية من خلال إخفائها على الإسرائيليين قبل غيرهم حقيقة ما جرى. منال إسماعيل.
38 عاما مرت على عملية تفجير مقر الحاكم العسكري الإسرائيلي في مدينة صور جنوب لبنان بسيارة مفخخة يقودها الاستشهادي أحمد قصير، أدت إلى مقتل 76 جنديا إسرائيليا. 38 عاما من الكذب والتعتيم وطمس الحقائق أصرت خلالها المؤسستان الأمنية والسياسية في إسرائيل على أن دمار المبنى بطوابقه السبعة وعدد القتلى الكبير ناجم عن تسرب غاز لا عن عملية استشهادية، بالرغم من كل الشهادات والوثائق والمعطيات التي تدحض هذا الادعاء. حادثة الصور كانت انفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري، كما أننا نعلم اسمه ومن زوده بالأسلحة. إن كنت رجلا عسكريا منصفا مع نفسك وخبيرا في مهنتك فما جرى ليس حادثا بل عملية إرهابية. على مدى الفترة الماضية دأب الإعلام الإسرائيلي على بث تقارير تفيد بأن الانفجار ناجم عن عملية، لكن الجديد اليوم ما كشفت عنه صحيفة يديعوت أحرنوت من وثائق ومعلومات تدحض الرواية الرسمية الإسرائيلية المتبنات حتى اليوم. الصحيفة التي تحدثت عن ضغوط كثيرة مورست عليها وعن عملية ترغيب وترهيب من قبل الشباك لثنيها عن نشر التحقيق، كشفت عن وثيقة سرية مكتوبة بيد نائب رئيس الشباك الأسبق نحمان طال، وثيقة وصفتها الصحيفة بالقنبلة الموقوتة، فهي مصنفة سرية وتعد دليلا إضافيا على ما همس به منذ 38 عاما في أروقة الشباك وجدرانه، من أن الجيش الإسرائيلي والشباك لم يمنعا العملية الأضخم في تاريخ إسرائيل وتجنبا التحقيق فيها بعد ذلك. اللافت بحسب الصحيفة أن كل القرائن والإفادات التي كانت تدل على أن ما جرى عملية استشهادية للتنظيم الذي سيعرفه كل العالم بعد أيام باسم حزب الله حظيت بتجاهل تام، وحتى عندما تجرأ أحدهم على التشكيك أو طرح الأسئلة وقف الشباك أمامه كالمتراسي وحسم. كارثة صور هي حادثة. أحمد قصير. السنوات الطويلة من التعتيم وحجب الحقائق والتغطية في الجيش الإسرائيلي والشباك لا تزال مستمرة حتى اليوم، بالرغم من كل الأدلة والوثائق التي تثبت العكس، الأمر الذي يكشف بوضوح بحسب مراقبين عن نهج عمل تكرر ويتكرر مع عمليات أخرى. وفي أرضنا المحتلة فلسطين يسود الغضب أوساط الفلسطينيين عقب استشهاد الأسير كمال أبو وعر بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان وإصابته بفيروس كورونا. وقد نظم العديد من المسيرات في قطاع غزة المحاصر والضفة الغربية تنديدا بممارسات الاحتلال بحق الأسرى. الأسير أبو وعر وهو من بلدة قباطية يبلغ 46 عاما، كان محكوما بالسجن 6 مؤبدات. وزيرة الصحة الفلسطينية اتهمت إسرائيل بالإمعان في تصفية الأسرى الفلسطينيين عبر الاستمرار في سياسة الإهمال الطبي، مناشدة المجتمع الدولي التدخل لإنقاذ باقي الأسرى المرضى في سجون الاحتلال. أين أبو إياد؟ أين أبو العباس؟ لم يكد الأسير ماهر الأخرس ينهي إضرابه عن الطعام حتى ارتكب الاحتلال جريمته الجديدة بحق الأسرى. كمال أبو وعر هو آخر ضحايا سياسة الإهمال الطبي المتعمد في سجون الاحتلال. جئنا اليوم لنصرخ للعالم بأسره بأن هذا الاحتلال ظالم ويجب أن يزول من أحلامنا، من أرضنا، من سمائنا. الحل الوحيد لهذه المعاناة المتواصلة للأسرى وذويهم هي أن تعمل المقاومة بكل قوة على تحريرهم وكسر القيد عنهم عبر عمليات تبادل حقيقية. في غزة تعالت أصوات التنديد الرافضة لهذه الجريمة والمحملة الاحتلال المسؤولية عن حياة كمال الذي استشهد ليلحق ب226 أسيرا من رفاقه قضوا شهداء خلف القضبان. لن يكون كمال أبو وعر هو الشهيد الأخير في ظل إجراءات الاحتلال الإسرائيلي ما لم ترتقي المؤسسات الدولية لوضع إسرائيل موضع مساءلة ومحاسبة. المطلوب أمر واحد ووحيد وواضح وخيار محسوم،
هو تكثيف عمليات المقاومة للرد على هذه الجرائم. يعيش هذه الاستفزاز. ويطالب الفلسطينيون بفتح ملف الإهمال الطبي المتعمد والذي يهدد حياة عشرات آخرين من الأسرى الذين اجتمع عليهم المرض والسجن، ولا سيما مرضى السرطان منهم. الصمت الدولي عن جرائم الاحتلال بحق الأسرى يراه الفلسطينيون دافعاً لاستمرار الانتهاكات بحقهم، واستشهاد الأسير كمال أبو وعر يدق ناقوس الخطر تجاه العشرات من رفاقه المرضى الذين يعانون الأمرين بفعل سياسة الإهمال الطبي. أحمد شردان، غزة، الميادين. ودعا الفلسطينيون كبير المفاوضين صائب عريقات الذي توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا منذ أكثر من 3 أسابيع. جنازة رسمية نظمت للراحل عريقات في رام الله وأريحة حيث ووري الثرى. نسرين سلمي. نظرة الوداع الأخير ألقاها الرئيس الفلسطيني محمود عباس وأعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح على رفيقهم الراحل الدكتور صائب عريقات الذي توفي عن 65 عاما متأثرا بإصابته بفيروس كورونا. جنازة رسمية وعسكرية نظمت له في مقر الرئاسة في رام الله قبل أن تنتقل الجنازة إلى أريحة حيث عاش وأوصى أن يدفن. فقدان يشكل خسارة للعمل الوطني الفلسطيني، رجل كان في كل يعني له باع في كل النشاطات ذات الطابع السياسي المؤثر والمهم. يعني جثمان عريقات عاد إلى منزله للمرة الأخيرة حيث ودعته عائلته ومحبوه قبل أن يوارى الثرى في مقبرة المدينة بحضور رسمي وشعبي. كان يحمل أصعب ملف وهو ملف المفاوضات، كان يدرك تماما أن هذا الملف يعني عمل في المستحيل وليس في الممكن. كان يحدوه الأمل أن يصل الشعب الفلسطيني إلى الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. عريقات لمع نجمه عندما شارك في الوفد الفلسطيني الأردني المشترك للمفاوضات في مدريد متشحا بالكوفية، وبعدها ب5 سنوات عين كبيرا للمفاوضين الفلسطينيين وأمضى حياته محاولا الوصول إلى سلام يعيد للفلسطينيين حقوقهم المسلوبة في مفاوضات استمرت 3 عقود ولم تنتهي بعد. خسر الشعب الفلسطيني مفاوض من طراز جديد قادر على تحويل التفاوض إلى اشتباك وصراع مع العدو باعتباره عدو غاشم وغير مهيئ للسلام. وكان عريقات قد أجرى زراعة للرئة قبل 3 سنوات في الولايات المتحدة، لكن فيروس كورونا لم يمهله الكثير من الوقت. من ودع صائب عريقات عرفوه مفاوضا صلبا سعى لإحلال السلام الذي طالما انتظره الفلسطينيون، لكن المرض والموت لم يمهلاه طويلا. نسر سلمي من مدينة أريحة، الميادين. متواصلون بتقديم السابعة ولكن بعد فاصل قصير. مشاهدينا تفضلوا رجاء بالبقاء معنا. أهلا بكم من جديد في السابعة من الميادين والتي نستأنفها مما أكده ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على أهمية استمرار الروابط بين السعودية والعراق. وخلال اجتماع عبر الفيديو مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أكد بن سلمان استمرار التعاون المشترك مع العراق في مواجهة خطر التطرف والإرهاب بوصفهما تهديدا وجوديا لدول المنطقة والعالم كما قال، فيما اتفق الطرفان على أهمية التعاون في تأمين الحدود بين البلدين وعلى افتتاح منفذ جديد تعرعر الحدودي وتشغيله بعد أسبوع. اليوم نعقد اجتماع مهم جدا بين المملكة العربية السعودية والعراق، وكلنا ما عندنا أي شك بأنه الروابط بين البلدين روابط كبيرة جدا وعميقة جدا ومهمة، وواجبنا أنه نعمل على تحقيقها. فالبلدين متجاورتين وكلنا عرب ونتبع نفس الدين ولدينا نفس المصالح ونفس التحديات، فأنا سعيد جدا بتطوير العمل معكم مع العراق، كما أنقل لكم تحيات خادم الحرمين الشريفين والشعب السعودي كله بالكامل للشعب الشقيق العزيز العراقي. اللقاء بين ابن سلمان والكاظمي يأتي بعد السماح للشاحنات السورية المحملة بالبضائع السورية بدخول الأراضي السعودية وإعادة الكابل الضوئي للعمل بين دمشق ودبي مرورا بالأردن ومن ثم السعودية. وسط هذه الأجواء وصل رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض إلى دمشق اليوم،
هل يحمل رسالة من السعودية إلى دمشق؟ هل تريد السعودية تحسين علاقاتها العربية تحسبا لعهد بايدن للعلاقة السلبية معها؟ عبد الله بدران. هل هو خيار التهدئة أم فوز جو بايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية؟ أم هو واقع جديد يفرض إعادة ترتيب أوراق المنطقة؟ تطورات متسارعة واجتماعات عراقية سعودية مكثفة عبر وفد ببغداد، وآخر على الضفة الأخرى من الاجتماعات عبر خدمة الفيديو. هذه المرة تطرح الرياض تنسيقا واسعا انطلاقا من ملف الاقتصاد، تطلب فرصة للاستثمار في ثلاث محافظات عراقية تحاذيها إن ارتضى العراق إنشاء وتطوير ما بعد منفذ عرعر الحدودي المنتظر افتتاحه في الشهر الجاري. وبعيدا عن الدعم الواسع لحكومة الكاظم الذي ترى فيه الرياض نموذجا مختلفا عن أسلافه، أطلقت قوى عراقية تحذيرات من التطورات التجارية المتسارعة فيما اعتبره داعم التنسيق العراقي السعودي إعاقة لسياسات خارجية العراق اليوم في أمس الحاجة لها، ويمكن أن تؤسس لمواقف من تطورات الإقليم أكثر هدوءا. ليست بعيدة عن هذه الأجواء زيارة رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض لدمشق ولقاؤه الرئيس السوري بشار الأسد. فتطورات المنطقة والإقليم بالإضافة إلى المشهد الأمريكي ما بعد الانتخابات ستكون بلا شك في صلب حوارهما. فبغداد ودمشق كانتا قد استعدتا لاستئناف عمل المنافذ الحدودية بينهما وتأمين الحدود الممتدة لأكثر من 600 كيلومتر، تعرقلت لفترة واستؤنفت ثم أغلقت نتيجة ضغوط وانغلفت بحجة انتشار جائحة كورونا. محور الزيارة اليوم حول علاقات البلدين والأمن المشترك وملاحقة خلايا داعش، تمهيدا لخلق أجواء قد يسهم تسلم الرئيس الأمريكي الفائز جو بايدن منصبه في الانتقال إلى التسوية الكبرى المفترضة، وإن كان المشهد يحمل تفاؤلا مفرطا. عبد الله بدران، بغداد، الميادين. انطلقت قوات الجيش والحشد الشعبي والحشد العشائري في العراق بالصفحة الثانية من عمليات لبيك يا رسول الله المشتركة لتطهير مناطق غرب الأنبار. ستكون هذه العملية موسعة ومن عدة محاور، تقريبا من 14 إلى 15 محور، متمثلة بقيادة عمليات الأنبار بأربع محاور وقيادة عمليات الجزيرة والبادية بخمس محاور لكافة تشكيلاتها مع الحشد العشائري، إضافة للحشد الشعبي متمثل بخمس محاور، أربع محاور أساسية نازلة في الميدان، والمحور الخامس سيكون جوال وعليه مهمة الاقتحام داخل الأودية. كلفنا بقيادة بأمر من قيادة عمليات الأنبار الحشد الشعبي بهذه العملية التي شرعت صباحا سادس صباحا من هذا اليوم لتفتيش ودهم كافة الأودية وصحراء الأنبار. معنا من العاصمة العراقية مدير مكتب الميادين في بغداد عبد الله بدران. عبد الله، في هذه الصفحة الثانية إذا من عمليات لبيك يا رسول الله، على ماذا تشتمل وما هي الخصوصية التي تكتسبها عن الصفحة التي قبلها؟ هي مكملة، يعني لا يميزها شيء، إنما هو استئناف باعتبار أن هناك رصد استخباري رامية يؤكد أن تحرك لخلايا داعش خصوصا في المنطقة الواقعة في شمال محافظة الأنبار باتجاه الحدود العراقية السورية وما يتصل جغرافيا بوادي حوران. هذه المنطقة واسعة جدا فيها طبيعة جغرافية تسمح بالدعم اللوجستي وكذلك تسمح بأن تكون مضافات، والمضافة هنا هو الموقع الذي ينتقل إليه مسلح داعش من غير الجنسية العراقية ويتواجدون في تلك المنطقة. لكن عملية النقل والتوزيع وإدارة هذه المجموعات يتم من قبل مسؤول التنظيم من المحليين باعتبار أنهم يعرفون المنطقة، وهذه المنطقة تسمح لهم بالانتقال إلى نينوى وكذلك نزول جنوبا باتجاه محافظة الأنبار، وطبعا بطبيعة الحال الحدود العراقية السورية 605 كيلومترات هي الحدود المشتركة بين العراق وسوريا. هناك منذ فترة طويلة انسحاب للقوات الأمريكية وللرصد الجوي الذي كانت تقدمه واشنطن للعمليات المشتركة، بالتالي العراقيون هم الآن لوحدهم في مواجهة التنظيم خلا بعض الضربات التي ينفذها التحالف، خصوصا وأن التحالف الآن تقريبا خفض ضغط على الدور الأمريكي. أغلب الضربات الآن تنفذ من قبل أسلحة الجو الأوروبية، مثلا اليوم في منطقة
قرى تشوغ في محافظة صلاح الدين ضمن سلسلة مكحول، كانت الضربة الجوية قد نفذت من قبل القوات الفرنسية. هناك طبعا تحرك لمسلحي داعش، هناك تخوف من أن يتسرب مسلحو التنظيم. لم تتضح الصورة بعد في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي لم تتضح الصورة حول وجود القوات الأمريكية خصوصا في الداخل السوري ونشاط هذه القوات، بالرغم من أن الرصد الاستخباري من قبل الفصائل العراقية يؤكد أن الحركة الأمريكية بين العراق وسوريا برا وجوا لا تزال مستمرة، هذا بالأرقام وبالتوقيتات وبصنوف الطائرات مرصود من قبل الفصائل العراقية، ما يعني أن هناك بالفعل نشاط عسكري مستمر من قبل التحالف الذي تقوده واشنطن، ويتركز بجزئه الأكبر في هذه المرحلة في الداخل السوري. لذا يجد العراقيون أنفسهم لوحدهم في مواجهة التنظيم. الآن طبعا تبدو الموسم، وهناك قناعة عراقية من أن الضغط الأمريكي مستمر خصوصا لجهة عدم تقديم الكثير من المساعدة العسكرية. سابقا كان هناك وجود للجانب الأمريكي عدا قاعدة عين الأسد في القائم، وكذلك عند الحدود العراقية السورية على طولها خصوصا في غرب محافظة نينوى كان هناك رصد وكاميرات حرارية وصور أقمار صناعية ووجود للتحالف يقدم الدعم للجانب العراقي. بعد عملية ضم الأجنحة تضاعف الجهد، لذلك كما تحدث المتحدثون في عملية لبيك يا رسول الله أكدوا أن هناك اشتراك من قبل الجيش العراقي والحشد الشعبي والحشد العشائري وطيران الجيش العراقي لملاحقة مسلحي داعش. هذه العملية تنشط وتزداد كلما اتجهنا في الجنوب الغربي من العراق، أي عند الحدود العراقية السورية والحدود العراقية الأردنية والحدود العراقية السعودية. شكرا جزيلا لك عبد الله بدران على مروحة المعلومات والمعطيات التي وفيتنا بها، مدير مكتب الميادين في بغداد. يواصل المبعوث الأمريكي الخاص بإيران أليوت أبرامز جولته في المنطقة، وقد أجرى محادثات في الرياض مع نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان. وفي تغريدة له قال خالد بن سلمان إنه جرى بحث التعاون الإيجابي المشترك لتعزيز الاستقرار في المنطقة وسبل التعامل مع مهددات الأمن الإقليمي في إطار شراكة البلدين الاستراتيجية. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن من حق بلاده استثمار كل فرصة مناسبة لمواجهة العقوبات المفروضة عليها، وأشار إلى ضرورة عودة البيت الأبيض إلى المسار الصحيح من خلال الالتزام بتعهداته. نأمل أن يعمل الشعب الأمريكي على تسوية الأوضاع بطريقة يعود فيها البيت الأبيض إلى المسار الصحيح من خلال الالتزام بتعهداته. إيران ستستثمر كل فرصة مناسبة لإزالة العقوبات عن الشعب الإيراني، ولا يحق لأحد تضييع هذه الفرص. سياسة إيران واضحة مبنية على التعامل البناء مع جميع الدول، وأمريكا هي من بدأت بالعداء مع إيران، وهي من قطعت العلاقات واعتدت على الأراضي الإيرانية. إذا كفت أمريكا عن سياساتها العدائية ضد إيران، حينئذ ستتغير الأوضاع. قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إنه أبلغ قادة الدول الذين هنأوه بفوزه أن بلاده ستعود بقوة في عهده. وكان بايدن قد انتقد دونالد ترامب لعدم إقراره بخسارته في الانتخابات واصفا سلوكه بالمخجل، كما انتقد قادة الحزب الجمهوري لأنهم رضخوا لابتزاز الرئيس الحالي كما قال، مضيفا أنه لا شيء يمكن أن يوقف عملية انتقال السلطة. عدم إقرار ترامب بهزيمته لا يؤثر كثيرا في العملية الانتقالية ولا يؤثر كثيرا في هذه المرحلة على تخطيطنا. عملية الانتقال الرئاسية تجري على قدم وساق على الرغم من رفض الرئيس ترامب نتائج الانتخابات. الدعاوى القضائية التي قدمها ترامب لا تعتمد على أي دليل، وستكون جهودنا متسقة للوصول إلى البيت الأبيض ولا يوقفنا أي شيء. لقد تحدثت إلى 6 من قادة الدول وأبلغتهم أن أمريكا عادت إلى الساحة الدولية ولم تعد وحيدة. أنا واثق بأننا سننجح في استعادة الاحترام الذي كانت أمريكا تتمتع به سابقا. وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد قال خلال مؤتمر صحفي إن انتقالا سلسا لولاية ثانية لإدارة الرئيس دونالد ترامب سيحصل، وأضاف نحن مستعدون والعالم كله يشاهد. There will be a smooth transition.
سيكون هناك انتقال سلس نحو إدارة ثانية لترامب. سنحتسب كل الأصوات، وقادة العالم يدركون أنها عملية قانونية تستغرق وقتا، وعلى العالم أن يثق بأن العملية الانتقالية الضرورية لتعمل وزارة الخارجية بشكل فاعل اليوم ستكون ناجحة، ولا سيما مع الرئيس الذي سيتولى منصبه بعد ظهر 20 من كانون ثاني يناير المقبل. الوزارة مستنفرة تماما لضمان أن تكون الانتخابات في كل أنحاء العالم حرة وعادلة وآمنة. الموظفون التابعون لي يجازفون بحياتهم من أجل ذلك. معنا من واشنطن مدير مكتب الميادين منذر سليمان. منذر، يتعامل دونالد ترامب مع نتائج الانتخاب وكأنها ثالثة الأثافي، الكارثة الكبرى بالنظر إلى عدم اعترافه بما قالته الأرقام حتى الساعة. إعادة فرز أصوات جورجيا يدويا، هل يغير في الأمر شيئا؟ لن يغير. عادة يتم إعادة فرز الأصوات بواسطة الآلة الإلكترونية، يعني لأنه هي آلة حسابية تدخل كل المعلومات فيها، وبالتالي أما الإقدام على عملية التدقيق اليدوي هو سيجعلها تستغرق وقتا، ولكنها قد لا تغير في النتيجة. عملية التدقيق اليدوي تعني أنه لاكتشاف ما لم تكتشفه الآلة عندما تم وضع الورقة البطاقة الانتخابية فيها. الفارق لا يزال حتى في جورجيا بمعدل 14,000 لصالح بايدن، وبالتالي من الصعب أن يكون هناك بالفعل تغيير جوهري. وهذا ينطبق الأمر أيضا على تأخير عملية العد التي تتم في بنسلفانيا. كل المؤشرات تدل على أنه هناك 47,000 صوت لا يزال إضافي لبايدن يتفوق في بنسلفانيا، وكل المحاولات التي جرت لإظهار أن هناك عملية تزوير لم تؤدي إلى نتائج حتى الآن. من الطرائف التي يمكن أن تقال في هذا الفيلم الأمريكي الطويل، وعلى فكرة لا أدري من أطلق على الأفلام الأمريكية أنها طويلة، ويبدو أن كل شيء طويل رغم أنهم مشهورين رامية في الوجبات السريعة، أنه أحد حاكم ولاية تكساس عرض $1,000,000، ويبدأ يعني تبدأ المكافأة من $25,000 وما فوق لمن يدل أو يكشف على عملية تزوير حصلت في الانتخابات في تكساس. يعني أكثر عملية توسل وتسول لكي يجدوا شيئا يتعلق بعملية التزوير، ويبدو أن هذا المنطق وهذه العقلية هي تسيطر رغم أنه نعم هذا لافت، لأنه أيضا يفترض في مقابلة مع فوكس نيوز للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليتحدث كما غرد على تويتر عن فساد طال العملية الانتخابية، هذا ما سيتم التعويل عليه. كيف يمكن صرفه في عملية يعني حسم الأصوات والتصديق على النتائج بالنسبة للولايات، الحديث عن الفساد والحملات أيضا في الجانب القانوني؟ طبعا يستمر الرئيس ترامب في رفع دعوى، رفع دعوى إضافية في ولاية ميشيغان أيضا يتهم بعملية التزوير، ويمكن هذه المسألة تؤخر الأمور. ربما فاتني أن أذكر أنه حتى العد في جورجيا الموعد النهائي له للمصادقة هو 20 نوفمبر، يعني 20 هذا الشهر، بعد حوالي 9 أيام، وبالتالي قد يستغرق الأمر وقتا طويلا، ولكن في هذه الحالة ستكون الأمور بينة. أيضا سيكون بين موضوع الاتهامات بالتزوير، لأنه إذا لم يكن هناك دلائل واضحة، إذا كان هناك دلائل تتعلق بتجاوزات انتخابية لبضعة عشرة هنا أو 20 أو مئات الأصوات والفارق بالآلاف، بالواضح أنه لن يكون هناك أي شيء إضافي. ولكن يعتقد الفريق القانوني لترامب وترامب نفسه أنهم يمكن أن يستطيعوا إيجاد ما يمكن أن يبرر ذلك. وعلى فكرة الصوت الشعبي يستمر بالارتفاع لصالح بايدن، والآن يعني آخر المعلومات حوالي 5 ملايين صوت، 5 ملايين صوت إضافي وزيادة، بمعنى حوالي 100,000 ربما زيادة. فهذا أيضا على الصعيد العام على صعيد الانتخابات يخلق مناخا معنويا لصالح بايدن أكثر، بالإضافة إلى الانتقادات التي تصدر يعني من العديد من الأوساط.
أودت فقط أن أذكر حول قضية ليس لها علاقة مباشرة بالانتخابات رامية إذا كان هناك من وقت، وهي التكهنات بأنه الإقالات التي جرت في وزارة الدفاع، وخاصة تعيين شخص سبق له أن قال عن أوباما، هذا الشخص الآن هو مسؤول الجانب السياسي في سياسة البنتاغون، يعني هو مستشار وزير الدفاع بالوكالة، ولكنه سبق أن قال أن أوباما هو إرهابي مسلم، إرهابي مسلم. يعني تخيلي واحد أحد الذين يكون رقم 2 أو 3 في وزارة الدفاع. كل التكهنات على إمكانية أنه وضع فريق يمكن أن يستخدم قوة عسكرية، هذا الكلام هو مجرد تكهنات. صحيح. ترامب صحيح يوصف أحيانا بالجنون، ولكنه لن يصل حد الجنون إلى مثل ارتكاب حماقة في آخر أيامه قد تؤدي إلى ما لا تحمد عقباه، لأنه الطرف الآخر لن يكون ساكتا هذه المرة. وفرت علي سؤال عن هذا الأمر، وخصوصا أيضا بعض المساعدين لترامب ما يعني يسربون عن أنه يحضر أيضا ربما لحملة انتخابية في 2024، هذا ما سمح به الوقت منذر سليمان، وربما يكون فيلم أمريكي طويل، بس على حسب تسمية زياد رحباني بتسمية، يعني قد يكون ذلك وصولا إلى أن نرى تنصيبا لبايدن أو عكس ذلك، لا ندري. شكرا جزيلا لك مدير مكتب الميادين، كنت معنا مباشرة من العاصمة الأمريكية. حذرت هيئة كبار علماء السعودية من الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين أو التعاطف معها، مؤكدة أنها جماعة إرهابية لا تمثل نهج الإسلام، وهو ما رفضته الأخيرة وعدته افتراء عليها. هبة محمود. من دون مبرر مباشر سياسي أو ديني، ومن دون حدث طارئ أو حالي، خرجت هيئة كبار العلماء في السعودية لتصنف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية لا تمثل نهج الإسلام. وفي لائحة الاتهام أن الجماعة تخرج على الحكام وتثير الفتن في الدول وتزعزع التعايش في الوطن الواحد وتتستر بالدين وتمارس العنف والإرهاب، والقائمة تطول وتطول. قد يفهم الموقف السعودي قبل نحو 6 أعوام، وتحديدا في مارس آذار عام 2014، عندما أعلنت السعودية إدراج جماعة الإخوان المسلمين في قائمة التنظيمات الإرهابية. فقرار الرياض حينذاك جاء داعما لموقف الحكومة المصرية التي أعلنت الإخوان في ديسمبر كانون الأول عام 2013 جماعة محظورة وإرهابية، وذلك بعد أشهر من الإطاحة بالرئيس محمد مرسي المنتمي للإخوان. يومها كان يمكن تفسير الموقف بالسياسي، فيما يأتي الموقف الديني الأخير من دون إيضاح وخارج السياق. المتحدث باسم جماعة الإخوان طلعت فهمي رد على التصنيف السعودي بالقول إن جماعته دعوية إصلاحية وليست إرهابية. هو أكد بعد الجماعة كل البعد عن العنف والإرهاب وتفريق صف الأمة، ونوه إلى أنها منذ نشأتها تدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة من دون إفراط أو تفريط، وأن منهجها تأسس على كتاب الله وصحيح السنة من دون شطط أو تطرف. لقد ترك المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين الحكم للتاريخ الذي طالب بجعله شاهدا على الجماعة أو لها، وهنا تحديدا تبدأ نقطة المتاهة في التعاطي مع جماعة الإخوان المسلمين على الصعيد العربي ككل، فلكل زاوية رؤيته وقطعته الخاصة من الصورة الكلية. بهذا نصل إلى ختام السابعة، نذكركم بعناوينها. من خلق ظروف مفتعلة لدفع السوريين للخروج الجماعي من سوريا لتكون مبررا للتدخل في الشؤون السورية. الرئيس الأسد يؤكد أن دولا غربية تستغل اللاجئين السوريين لأهداف سياسية، وموسكو تتهم واشنطن ودولا أوروبية بازدواجية المعايير لعدم مشاركتها في مؤتمر اللاجئين. القوات المسلحة اليمنية تهدد بخطوات تصعيدية ردا على استمرار العدوان والحصار والتصعيد العسكري السعودي. 4 جرحى في هجوم على مقبرة لغير المسلمين في جدة خلال احتفال يشارك فيه قناصل أجانب.
اتفاق على جولة جديدة من المفاوضات الشهر المقبل حول الحدود البحرية بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي، وبيان للحكومة الأمريكية والأمم المتحدة يصف الجولة الرابعة بالمثمرة. مسيرات فلسطينية غاضبة لاستشهاد الأسير كمال أبو وعر في سجون الاحتلال. وتشييع رسمي وشعبي للراحل صائب عريقات قبل مواراته في ثرى أريحة. دائما للمزيد من الأخبار والتقارير إضافة إلى مواكبة البث الحي للميادين، تفضلوا بزيارة موقعنا على الإنترنت الميادين.net إضافة إلى موقعنا باللغة الإسبانية وصفحات الميادين على مواقع التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.